تشهد مدينة لودر عاصمة التجارة في محافظة أبين تدهور حادا في بنيتها التحتية، حيث أصبحت شوارعها الرئيسية تهدد سلامة المواطنين وتعيق الحركة، إذ لم تشهد هذه الشوارع أي صيانة منذ أكثر من عقدين، ما أدى إلى استمرار تدهورها، وهو الأمر الذي أثر على الصحة العامة وتسبب في تراجع النشاط التجاري. حفره ما توصل لها الا 50 مطب، هذا المطبات قدابات 30 مطب، ما توصل المستشفى الا في 20 مطب. نظافه شوارع، مجاري مسدده، لا حكومه لا مامور لا قائد مديريه، لا كان لا دوله ابدا داخل لودر. يعبر سكان لودر عن استيائهم الشديد من تجاهل الجهات المسؤوله لهذه الاوضاع المترديه، ويطالبون بتدخل عاجل لإصلاح الشوارع، كما يؤكد المواطنون أن تدهور البنية التحتية يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويقلل من أهمية وجاذبية المدينة. الطرقات قدامها كلها مطبات وحجار وين الحكومة اللي بقى تفرق لهم شوارع؟ لا هنا تعينها كلها حفر مطبات، من هو قوي سوى عنده كانه مطب وبرا. في ظل تجاهل السلطات والحكومة ستبقى الأوضاع المتردية على حالها، وقد تتفاقم أكثر إذا ما استمر هذا التجاهل، وهو ما قد يضعف مكانة هذه المدينة التاريخية والحضارية. محمد مهيم، قناة بلقيس، أبين.